الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا معنا لا إله إلا الله، وأعيد إلى أذهانكم أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل كلمة، فقال: أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وآخر ما تكلم به هو لا إله إلا الله دخل الجنة. وللا إله إلا الله معنى جليل عظيم، فهيا نتدارسه. قال: معنى لا إله إلا الله الإجمالي غير التفصيلي هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود يعبد بحق في الوجود السماء والأرض إلا الله، وهو كذلك لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو رب والإله معا، رب وإله معا، الله رب وإله، وكونه ربا يستلزم أن يكون إلها، لأن لفظ رب معناه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهذا الذي ينبغي أن يعبد فيؤلل، فلا يكون معبودا حتى يكون ربا. وسائر المعبودات التي عبدت دون الله ما كانت أربابا خالقة رازقة مفية مميتة أبدا، بل كانت مخلوقا مرزوقة أحياها الله وأماتها، فلا تستحق أبدا أن تعبد مع الله. فإنه ما أُلِّه عز وجل ويؤلف إلا من أجل كونه الرب عز وجل، بكونه ربا أي خالقا رازقا محيا مميتا معزا ومذلا، هذا الذي استوجب له أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه، لأن سوى الله تعالى مخلوق مربوب أحياه الله ويميت ويحييه، فلا حق له أن يعبد مع الله بأي نوع من أنواع العبادات.
فالرب لغة أي في لسان العرب، الرب معناه السيد المدبر والمصلح المتصرف، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود. واشتق لفظ إله من ألهه يأله إذا عبده، أله فلان فلانا يأله إذا عبده، ذل له واستكان بين يديه وأطاعه فيما يأمره فيه وينهى عنه مع حبه العظيم له وخوفه منه عز وجل. إذن فالرب لغة هو السيد المدبر المصلح المتصرف، والإله هو المعبود مشتق من لفظ آلهه يأله إذا عبده. أما الرب في الحقيقة وفي غير عرف اللغة فهو بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، وقيومهما وموجد الكائنات والمتصرف فيها، الله الذي له الخلق وبيده الأمر والملك وهو على كل شيء قدير. واسمه الذي هو عالم على ذاته، فالأعلام عندنا هذا إبراهيم وهذا صالح وهذا عثمان، كل اسم يدل على ذات معينة تعرف به، فالاسم الدال على ذات الله عز وجل هو الله، الله الذي له الخلق وبيده الأمر والملك وهو على كل شيء قدير. واسمه الذي هو عالم دال على ذاته سبحانه وتعالى هو الله، الذي أقسم سبحانه وتعالى أنه ما ذكر على شيء إلا بارد فيه. فقد روى ابن كثير في تفسيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرج الغيم إلى الشرق إلى المشرق وسكنت الريح وماج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله أنه لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك به، لا يسمى اسم الله على شيء إلا بارك به، سواء في الأكل في الشرب في اللباس في الركوب في النزول، ما يسمى اسم الله على شيء إلا بارك تعالى في ذلك الشيء. قال: الله الذي أقسم سبحانه وتعالى أنه ما ذكر على شيء إلا بارك فيه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا انتبهوا اسمعوا له الخلق والأمر، هو الذي يخلق والذي يأمر هو الذي يعبد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما يقرأ هذه الآية: من بقي له شيء فليطلب، ألا له الخلق والأمر، بقي شيء؟ من بقي له شيء فليطلب، ولم يبق شيء، إذ الخلق له والأمر له عز وجل. ولما كان له الخلق وحده فالأمر إذا له وحده، إذ من خلقه الذي يأمر وينهى. ولما كان له الخلق وحده فالأمر إذا له وحده تبارك وتعالى. وأما الإله في الحقيقة أيضا وفي غير عرف اللغة فالإله معناه المستحق للعبادة بكامل أنواعها وبجميع أجزائها دون من سواه،
وذلك هو الله رب العالمين وإله الأولين والآخرين. الله الذي تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. والآن وقبل أن أعرض بالبحث لما أحدثه مدلول كلمتي الرب والإله اللغوي من خلاف في فهم مدلولهما الحقيقي، هنا أذكر أسلوب دعوة القرآن الكريم إلى معرفة الله، دعوة القرآن إلى الناس لتعريفهم بالله عز وجل، وإلى أنه هو الذي ينبغي ويلزم أن يكون الإله أي المعبود لا غيره. وأسلوب القرآن في ذلك منطقي عقلي تماما، فهو يقرر أن الله ما استحق العبادة دون سواه إلا لكونه ربا. ما استحق الله العبادة دون سواه من الكائنات إلا لأنه ربا، لأن من لم يكن ربا لا يكون إلها. وقطعا من لا يكون ربا خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا لا يستحق أن يكون إلها. فالربوبية تستلزم الألوهية، والعكس أيضا صحيح، كل رب إله وكل إله حق رب، ولا يوجد إلا رب واحد وإله واحد، الله رب كل شيء ومليكه. فالله أصبح ربا لأنه خلق ورزق، وإلها لأنه رب، وما دام ربا يجب أن يعبد، إذ بيده كل شيء الحياة والموت. وإلا فهو ليس بإله يستوجب الطاعة والعبادة. فقد جاءت آيات القرآن الكريم بتقرير ربوبية الله أولا، ثم تدعو إلى وجوب إلهيته دون من سواه. فقوله جلت قدرته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا انتبهوا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى ذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لما لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو قلت من ربنا لكان الجواب الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وإن قلت لما نعبده الجواب من أجل أن تتقوا عذابه وسقطه لعلكم تتقون. من ربنا زد بيانا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. لماذا كان الحمد له؟ لأنه رب العالمين، أخالق كل شيء ومدبر كل شيء، ولا يحمد من يحمد إذن؟ يحمد من لا يخلق ولا يرزق؟ هل يحمد مخلوق مرزوق فيه؟ فالحمد الحق لله وحده دون سواه. الحمد لله الذي رب العالمين. وقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خالق السماوات والأرض هو الذي ينبغي أن يحمد، والذي أوجد الظلمات وأوجد النور، والحياة متوقفة على هذا، هو الذي يستحق أن يعبد. وقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، جاعل الملائكة رسلا يرسلهما إلى أنبياء ومن شاء، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فحمده تعالى هو عبادته. فالذي خلق السماوات والأرض والملائكة
وجعل لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك. وجبريل عليه السلام رسول الوحي والله له 600 جناح. جبريل الذي كان يتردد على رسولنا في هذا المسجد وفي تلك الحجرة كم أجنحته؟ والله 600 جناح. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تجلى له في حول المسجد الحرام في جياد، وناداه أنت محمد وأنا جبريل، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 600 جناح. والذي ما يخلق ذبابة كيف يعبد؟ ما هو طير بأجنحته. فكل المعبودات دون الله والله ما تخلق ذبابا، ولو اجتمعوا على ان يخلقوا ذبابا ما خلقوا، كيف يعبدون مع الله؟ ومع هذا عبدت آلهة بالآلاف، ومن اضلهم وافسد عقيدتهم وقولهم الشيطان عدو الانسان. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم أي خافوا وهبوه لأن حياتكم بيده ومصيركم إليه، اتقوا ربكم، ما قال اتقوا عدوكم، اتقوا خالقكم رازقكم مميتكم محييكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من هو هذا الرب؟ هذا الله رب العالمين، هذا ولينا وربنا والرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يريد آدم عليه السلام إذ خلق من جنبه الأيسر من ضلع الأيسر حواء، ومنهما بث هذا الخلق في هذا العالم بالبلايين من البشر. هذا الذي يستحق أن يعبد أو غيره؟ اعبدوا ربكم، اطيعوا، استجيبوا له، احبوه، ارغبوا فيما عنده، ارهبوا فيما لديه. هذا شأن العبادة. قال فهذه الآيات القرآنية الكريمة الحكيمة وأشباهها تثبت أولا دعوى الربوبية لله سبحانه وتعالى وأنه الرب الحق. لماذا؟ لأنه الخالق المدبر المتصرف. ثم تثبت له دعوى الألوهية لأن من كان خالقا مدبرا متصرفا هو الذي يستحق أن يحمد ويعبد وأن يتقى ويرهب دون من سواه. فالذي خلق وملك ودبر كيف شاء وتصرف هو الرب الحق، ورب الحق هو الذي ينبغي أن يؤله ويعبد فتصرف له جميع أنواع العبادات وتقدم له سائر القربات والطاعات. معشر المستمعين والمستمعات، خلاصة القول لا يستحق كائن العبادة حتى يكون ربا، افهموا هذا. فمن لم يكن ربا لا حق له في أن يعبد أبدا. ورب من هو؟ الخالق الذي خلق هذه العوالم كلها، الرازق الذي أوجد الأقوات والأرزاق وقاد الناس إليها، المدبر يميت ويحيي ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويضع، المتصرف الكون كيف يشاء، ذلكم هو الله. هذا رب اسمه الله جل جلاله، وليس له اسم واحد، له 99 اسم، 100 إلا اسما واحدا، لكن هذا اسم عظيم. الله إذا ذكر دلك على ذات رب عز وجل لا ينطبق على كائن آخر أبدا. فلهذا لا يصح أن تسمي مولودا من ولدك الله، إذ هذا خاص بالرب الخالق عز وجل. فلما كان ربا وجب أن يعبد، لما كان خالقي ورازقي وحياتي بيده ومماتي بيده، ما نعبده نتعرض سخطه وغضبه، كيف لا أعبده وهو واهي بحياتي ومعطيني كل وجودي؟ فهو ربي إذن وإلهي. فالله جل جلاله
رب السماوات والأرض رب العالمين، فهو يجب أن لا تعبد الخليقة إنسها ولا جنها إلا هو عز وجل. وأخيرا، قد يسأل المرء ويقول: ما العبادة؟ العبادة يا أبناء الإسلام هي طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه، في ذل ومكن بين يديه. عبادة الله طاعته في أوامره ونواهيه. هذه الأوامر والنواهي لا تصرف ولا شيء منها لغيره أبدا، وإلا أسأنا الأدب مع الله وعبدنا غيره. على سبيل المثال، الركوع والسجود تعبدنا الله به وإلا لا؟ أما قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فلا يصح لمؤمن، لا مؤمن بل لإنسان، أن يركع لمخلوق آخر، بمعنى ينحني خاضعا راكعا له. ولا يصح أبدا أن يضع وجهه جثة وينفع الأرض سجدة لغير رب العالمين، لأن الله تعبدنا بالركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمرنا بماذا؟ أمرنا بالدعاء، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. ادعوني، ما أمرنا بأن ندعوه أي نسأل حاجاتنا منه إذ هو مالك وهو القادر على إعطائها. ادعوه. فلا يصح أبدا لمؤمن لإنسان أن يدعو غير الله، وذلك لعلتين. العلة الأولى أن هذا الذي تدعوه ما يملك ما تدعوه، ما عنده ما يعطيك، هو مربوب ومملوك ومخلوق لله، ولا يعطيك إلا إذا أراد الله. إذا فلا معنى لدعاء من لا يستجيب لي. كيف أضيع وقتي وصوتي يا سيدي يا وأنا موقن بأنه لا يملك شيئا، ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر. فلا يصح أبدا أن يدعو مؤمن غير ربه، باستثناء إذا دعوت أخلك يسمعك ويبصرك، إلى جنبك ناولني كذا أعطني كذا، هذا أذن الله تعالى فيه، وهو التعاون على البر والتقوى. يا فلان من فضلك أمسك لهذه كذا، فلا بأس. أما أن يكون غائبا عن عينيك، ميت لا يسمع صوتك ولا يرى وجودك، وتسأله، أبي أضحوك وأعجوبك، وكيف يصح هذا؟ ولكن الشياطين هي التي أضلت البشرية. عيسى بن مريم عليه السلام كيف يعبد ويعلقونه في أعناقهم صليبا وهم يعلمون أنه صلب وقتل، وإن كان والله ما صلب ولا قتل، لكن فهمهم أنه قتل، كيف يعبد؟ وهكذا ما من عبادة تعبدنا الله بها إلا ويحرم أن نصرفها لغيره، وإن فعلنا أشركنا به غيره، ويا ويل المشركين. وهذا ابن مريم في القرآن الكريم يحكي تعالى عنه قوله: إذ قال الله يا عيسى، نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله كلمة عيسى سجلها الله في كتابه، واجه بني إسرائيل اليومها ما في نصارى، ما في إلا اليهود وهو رسول بينهم. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ولماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي ظالم أكثر من المشرك؟ حق الله يعطيه لغيره، يخلقه الله ويرزقه ويدبر عنه ويعرض على سواه ويقبل على سواه، فلا أظلم من الشرك أبدا. وهذا لقمان الحكيم يؤدب ولده بين يديه ويقول: يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم. فهذا معشر المؤمنين والمؤمنات لا يصح منا أن ندعو مخلوقا كائنا من كان لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا عبد صالح ولا وإنما ندعو الخالق البارئ ربنا وخالقنا ومميتنا ومحيينا جل جلاله وعظم سلطانه. إليكم الآن الإجابة عن بعض الأسئلة. عجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاتنا حفظكم الله والحال أننا لا ندرك قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة التراويح؟ السائل الكريم يقول: ما حكم صلاتنا ونحن لا ندرك قراءة الفاتحة مع الإمام في التراويح؟ اعلموا يرحمكم الله والعلم ينفع أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا صلى الفرد وحده أو صلى إماما بغيره لا تصح صلاته إذا لم يقرأ في الحمد لله رب العالمين بالإجماع. أما إذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة له مجزئة له كافعا، ومع هذا يستحب لا يجب أن تقرأ الفاتحة عند سكتات الإمام، كما عند الإمام يسكت سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة. اغتنم تلك الفرصة واقرأ الفاتحة سرا بتحريك شفتيك فقط لا تجر بها، وإن فرضت ما استطعت صلاتك صحيحة والله، ولا تشك في هذا أبدا. فهمتم هذه القضية حتى لا تختلف. نحن نقول قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا صليت منفردا لا تصح صلاتك بدون الحمد لله رب العالمين، صليت إماما بالخلق بالناس وراءك لا تصح صلاتك ولا صلاتهم بدون قراءة الفاتحة منك أنت. المأموم إن قرأها فهي سنة، وخاصة في السرية إذا كانت صلاة الظهر والعصر يقرأ المؤمن المأموم الفاتحة والسورة، إذا كان في صلاة العشاء يقرأ الفاتحة في السرية ركعتين، في المغرب ركعة، في الظهر كذلك، ويبقى في الجهرية إذا أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام يقرأ. ما قرأ صلاته صحيحة لحديث قراءة الإمام قراءة له، ونترك الوسواس والخلاف، نرغب في أن لا تفوتنا قراءة الفاتحة من باب الفضائل، لكن إذا حصل وفاتتنا صلاتنا صحيحة، ولا نقبل قول من يقول صلاتك باطلة، فقد كان يصلي وراء رسول الآلاف ما كان يلزمهم بقراءة الفاتحة. فهمتم هذا الجواب؟ ولهذا لا خلاف في هذه القضية، نمشي مع بعضنا بعض إلى دار السلام. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أن أعمل العمرة عن زوجتي؟ فقد أوصتني بذلك علما بأنها تعاني من آلام في مفاصل الرجلين. السائل يقول: اعتمرت، فهل لي أن أعتمر عن زوجي وهي مريضة؟ الجواب: واعلموا أن الحج والعمرة أجازهما النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، من مات وأوصى أو لم يوصي وكان ما حج ولا اعتمر يحج عنه ولده قريبه الزوج لزوجته زوجة لزوجها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلحق بالميت من في حكم الميت مشلول لا يقوى على المشي ولا الركوب، هذا حكمه حكم الميت، ما يقوى على أن يمشي ولا يطيف ولا يقف ولا هذا يعتم عنه ويحج لأنه كالميت. أما مجرد مرض قد يشفى في يوم الأيام، أما مجرد فقر قد يغنى في يوم الأيام، فلهذا لا يحج ولا يعتمر إلا على ميت
وعلى من هو في حكم الميت. من هو الذي في حكم الميت؟ المريض اللاصق بالأرض، شلل أو كبار عجز ما يستطيع يقوم ولا يمشي، هذا كأنه ميت، هذا يحج عنه ويعتمر. أما مريض قد يشفى في يوم الأيام إن شاء الله ويحج، فقير قد يغنيه الله في يوم الأيام ويحج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل الحلق أم التقطيع عند التحلل من الإحرام؟ وما حكمة حلق الرأس بالموسى؟ وهل حلق الرسول صلى الله عليه وسلم أم قصر؟ السائل الكريم يقول: أيهما أفضل، حلق الرأس أو قص الشعر عند التحلل من العمرة أو الحج؟ يسأل أيهما أفضل، والجواب بلا خلاف أن الحلق أفضل، إذ الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قائم يقول: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، دعاء هذا لهم. فقال قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. كم المرد على المحلقين والمقصرين كم؟ دل هذا على أن الحلقة أفضل بلا خلاف أبدا، والتقصير جائز، لكن أنبه إلى أن التقصير بعضهم يكتفي بأقل شعرات من هنا ومن هنا، هذا ما قصر يلعب. التقصير أليس للشعر الطويل ولا لا؟ معناه يأخذ من شعره كله، هذا التقصير. والآن والحمد لله عندنا آلة تحلق وتقصر، هذه المكاين أسهل وأخف وأبرك أيضا من فضل الله عز وجل، فيها تأخذ الشعر الدقيق وتأخذ الشعر الكثير، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: حضر مع ابنته لأداء العمرة، وبينما هم بالمدينة جاءت ابنته العادة الشهرية وهو ذاهب اليوم إلى مكة لأداء العمرة، ويمكس بها 3 أيام، فماذا تعمل؟ معشر المستمعين والمستمعات، المؤمنات كتب الله عليهن الحيض فيحيضن ولا حيلة، وهذا الحيض لتدبير الله، ووالله لا في صالح البشرية. ما كتبه الله على بنات حواء إلا لفائدته، فالحمد لله. فالحائض لا يحل لها أن تصلي ولا أن تطوف بالبيت، وما دامت معتمرة أو حاجة فلا بد إذن أن تطوف وتعتمر، كيف تصنع؟ الجواب: بالنسبة إلى المعتمرات، إذا حاضت بالمدينة سواء زارت المسجد أو لم تزوره، إذا حاضت وما زارت وتمشي أجرها كامل، ما نقصت حسنة واحدة بل أجرها أعظم، لأنها أطاعت الله عز وجل في عدم دخولها إلى المسجد. تحرم مع إخوانها وتمشي إلى مكة، إذا نزلوا بفندق أو منزل من المنازل نزلت هي وتركوها في منزلها وذهبوا فطافوا وسعوا وقصروا وجاؤوها، ويصبرون معها يوم يومين 3 حتى تطهر، فإذا طهرت وانقطع دم حيضها اغتسلت وجاءوا بها إلى الكعبة فطافت وسعت وقصرت من شعرها وحلت من عمرتها، وهنيئا لها. لطيفة واحدة فيما إذا كانت مع أناس لا يستطيعون البقاء في مكة، هل يتركونها وحدها ويذهبون؟ من يتولاها؟ هل يأخذونها معهم وهي أنفقت نفقة الطائرة والسفر وما اعتمرت؟ كيف تصنع هذه المؤمنة؟ الجواب أنها تستغتسل وتستكفي، تجعل حفائض في نفسها، وتطوف وتسعى وتقصر وتذبح شاة في مكة، فإن عجزت صامت 10 أيام في بلدها واعتمرت وعادت في خير وعافية. هل فهمتم هذا الجواب؟
لو كان من معها يستطيع أن ينتظر يوم أو يومين يجب أن ينتظر مريضة لا بد أن تلازمها، فإذا طهرت طافت وسعت ومشت، لكن إذا كان قال ممنوع الطائرة ما يمكن أن نبقى، ابقي وحدك وأنا ماشي، ماذا تصنع هذه؟ تستكثر وتطوف وتسعى وما صلى ركعتين خلف المقام سقطت عنها، ثم تهدي هديا في مكة، وإن عجزت صامت 10 أيام بدلا عنها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثيرا ما يحدث خلاف بين الإخوة على زكاة الفطر، منهم من يقول لا تجوز النقداء، ومنهم من يقول لا تجوز إلا حبوبا، علما بأن مصلحة الفقير النقود، فما القول الفصل في ذلك؟ يقول: كثيرا ما يحدث خلاف بين الإخوة على زكاة الفطر. زكاة الفطر، نعم زكاة الفطر نحن مقبلون عليها إن شاء الله إن أحيانا الله. زكاة الفطر الصيام معلق قبوله على دفعها، وذلك لفضل هذه الصدقة، لأنها تعمل على أن لا يبقى في المجتمع جائع يوم العيد، لا سيما سني الجوع التي عرضتها البشرية. هيا نحمد الله على الشبع الذي شبعناه في هذا المسجد، أبو هريرة والله يصرع الأرض من الجوع، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل ما شبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد. في ذاك الوقت هذه الزكاة لا قيمتها، هذه الزكاة تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد لتسد جوع الجائعين والجائعات من المؤمنين والمؤمنات، فلهذا الصيام موقوف معلق قبوله حتى تقوم زكاة الفطر. هذه الزكاة حددها الرسول وبين مقدارها: صاع من ثمن، صاع من شعير، صاع من بر، من زبيب، من أقف، هذه الأطعمة. والسؤال: هل يجوز أن ندفعها نقودا أو لا يجوز؟ لو كان الرسول آذن في ذلك لما بقي من يتكلم في هذا الباب، لو أن الرسول رأى وأخبر أن فلان أخرج درهما دينارا وسكت لوجب ولم يبقى للمتكلم كلام، لكن ما دام لم يثبت قط أن الرسول أذن في إخراجها بالدراهم والدنانير، ولا سمع من أنفقها درهما ثم سكت فأقره أبدا، ما هي إلا والمدة هي كلها 10 سنوات، فلهذا لا نخرج زكاة الفطر نقودا. لماذا؟ لأنها عبادة. كيف نتصرف العبادة؟ تدخل تستطيع أن تستبدل الصلاة بهيئة أخرى؟ ما تستطيع. فهذه صدقة الفطر عبادة مقننة مقررة محددة من نوع الطعام، كيف نجيز دفعها مالا ونقودا حتى لا أتعب ولا أشقى؟ ثانيا، إذا كنت في باريس أو لندن أو موسكو، من يأخذ منك صاع الشعير؟ من يقبل منك صاع التمر؟ من تجده؟ وإذا أعطيته الشعير أين يطحنه وكيف يخبزه ويأكله؟ في هذه الحال إذا ما كان هناك استعداد لأخذ الشعير والتمر والطعام، إن دفعتها نقودا معتذرا إلى الله وسائلا أن يقبل منك ذلك. في هذه الحال ثم بالتجربة جربنا الفقراء إذا أعطيناه النقود يستعملها في الحلاوة والبقلاوة لأولاده طول العيد ما ينتفع بها، وإذا كانت برا تتجمع لديه أكياس ويعيش سنة كاملة على تلك الأكياس من القمح. تباتم تعطيه نقود يلعب فيها أولاده ألاعيب ويأكلونها في الحلويات في ذلك اليوم ويفرفشونها وانتهت. أما الذين أعطيه البر يتجمع عنده كذا كيس من قمح سنة كاملة ويطحن ويأكل. وفوق ذلك وقبل ذلك، أفوق تشريع الرسول تشريعه؟
من يحاول أن يقول أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على علم بما يأتي من الأيام والأحوال والزمان، لأن الملكوت الأعلى معه، ولكن ما هذا ما قرر أبدا أن تدفع نقودا. والحمد لله الآن في المدينة عندنا وفي مكة أكياس تباع قبل العيد بيوم ويومين، خذها فقط والفقير عند إلى جنبك صبها في كيسه، لا كلفة ولا مشقة. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول فإنها مريضة بمرض، ماذا تقول؟ ما قال أعطي للفقير ساعة الشعير فيبيعه على مسؤوليته، أنت فرعت ذمتك وهو شأنه. هذه السائلة تقول بأنها مريضة بمرض مزمن، فماذا عليها وقد حل عليها شهر الصوم؟ مؤمنة تقول مريضة مرضا مزمنا وحل شهر الصيام كيف تصوم؟ ليس على المريض حرج، المريض لا يصوم، فإن كان مرضه دائما لا بر معه أطعم مع كل يوم مسكين كيلو نصف رز أو تمر أو دقيق، الكيلو يكفي لكن الأحوط كيلو نصف ولا شيء عليه. وإن كان مريضا ويرجى أن يشفى هذا يفطر ولا يطعم، وإذا شفي صام بدون ماء إطعام قضى ما فاته. هل يجزي دفع نقود الإطعام؟ هل يجزي بدل الإطعام؟ يقول هل يجوز بدل الإطعام النقود؟ الجواب ما عندنا من نقول، هيا نمشي إلى رسوله ونقول يا رسول ماذا تقول؟ الرسول ما هو معنا، من يفتينا؟ إذن هل دفع القمح والشعير الدقيق مرتعب يعني مرهق؟ 30 يوم 30 كيلو 45 كيلو كيس رز وادفعه للفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول صاحب ماشية ولم يأته إيجاب الزكاة، صاحب ماشيته ولم يأته إيجاب الزكاة، فهل له أن يدفع زكاته لأخته الأرملة؟ يقول صاحب ماشية غنم إبل بقر جاب الزكاة ما جاءه تأخر، ماذا يصنع؟ نقول يحجزها هذه الشاة أو هذا البعير أو هذه البقرة وينتظر إذا جاء الجابي بها ونعمت، ما جاء يبيعها ويوزع على الفقراء والمساكين ولا حرج، كالبلاد التي ما يجبى فيها الزكاة، إذ ما يجبى الزكاة إلا في هذه المملكة القرآنية فقط. إذا ماذا يصنع أرباب المال؟ يخرجون الزكاة بأنفسهم، يبحثون عن الفقراء ويعطون الزكاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول رجل طاف وسعى برداء مخيط أطرافه فماذا عليه؟ برداء مخيط أطرافه، مخيط الشيخ الرداء مخيط. يقول السائل والله أعلم معتمر، نعم، يقول رجل طاف وسعى برداء مخيط أطرافه فماذا عليه؟ ما معنى طاف وسعى؟ يعني أحرم برداء، إذا كان يدخل كميه يديه فيه ما يصح أبدا، وإذا كان يلف عليه يجوز وإن كان مخيطا، فقط ما يكون كالسروال أو الثوب يلبسه أو المشلح أو البونوس مثلا، أما إذا كان يلف عليه فقط كالرداء يجوز ولو كان كله خيوط، إن المقصود من الخياط أن لا يكون لباسا يتجمل به. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول جئنا من المغرب وعند وصولنا إلى الميقات لم نحرم، وعند وصولنا إلى جدة أحرمنا من الطائف لدخول الكعبة فماذا علينا؟ أي يقول جئنا من المغرب وعند وصولنا إلى الميقات رابغ لم نحرم لعدم وجود ثوب الإحرام، وعند وصولنا إلى جدة أحرمنا من الطائف لدخول الكعبة فماذا علينا؟ هؤلاء فوقها ما حقهم يسألون. قال تجاوزنا ميقاتنا رابغ، ما عندنا الأزر والأردية، دخلنا جدة ماذا نصنع؟ ذهبنا إلى الطائف وأحرمنا، هذا هو الفقه. من دخل جدة غير محرم إما أن يعود إلى ميقاته أو يبحث عن ميقات آخر يذهب إليه،
المهم أن يحرم من ميقات. فالذي في جدة إن شاء ذهب إلى رابغ أظن 130 كيلو، وإن شاء ذهب إلى الطائف حوالي 100 أو أقل. أما أن يحرم من داخل الميقات عليه الفدي، عليه الهدي ما هو فدي، يذبح شاء أو صيام 10 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أدينا العمرة ونحن الآن بالمدينة ونريد الذهاب إلى مكة مرة أخرى، فهل ندخل بنية العمرة لنا أم لأحد من الوالدين؟ يقول: اعتمرنا والحمد لله وشئنا الآن للمدينة ونريد أن نعود إلى مكة محرمين بعمرة، هل يجوز أن نعتمر عن أنفسنا وعن من مات من أقاربنا؟ الكل جائز، إن شئت عن نفسك أو عن ميت تتبرع له في هذه العمرة. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أعمل في شركة وطنية ولها صندوق خاص بالإعانات الاجتماعية، في هذه السنة جعلوا قرعة للعمال حتى يتسنى لهم الذهاب للعمرة. قال: أعمل في شركة وطنية ولها صندوق خاص بالإعانات الاجتماعية، في هذه السنة جعلوا قرعة للعمال حتى يتسنى لهم الذهاب إلى العمرة. سؤالي: ما حكم الشرع في هذا المال الذي اعتمرنا به وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما دام بطيب النفس ورضاها يجوز. صندوق بر عند مؤسسة جمعية فقالوا: هيا نقترع قرعة، الذي تخرج قرعته يحج هذا العام أو يعتمر، يجوز هذا ما في شيء. جزاكم الله خيرا، لأنه برض الجميع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الزكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد كالذرة مثلا، إذ البر والشعير والتمر تكون أسعارها غالية؟ يجوز. هل تجوز زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد كالذرة مثلا؟ هذا بلا خلاف يا معاشر المؤمنين أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. إذا كان أكثر قوتهم تمر من التمر، أكثر قوت رز من الرز، أكثر قوت ذرة من الذرة، هذا هو المطلوب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.